السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشتراك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. الأرنب يا جماعة البلاصة يا شباب، أرنب بلاصات بكريه الحمد لله مربينا من عندنا يا جماعة، ولدت بفضل الله يا شباب. بس هي أرنبة شقية شوية، بتهجم علينا يا جماعة، عايزة تعضني. تمام، فضل الله. ولد كام؟ ولد خمس. شباب يا جماعه دي عليها ازاي يا شباب؟ ولد خمس ارانب. الارانب يا جماعه متلقحه يوم 19، ولدت يوم 22، والنهارده يا جماعه 23، يعني ولد امبارح يا شباب. تمام يا شباب، فالحمد لله ولدت خمس ارانب، وعندنا ارنبه ثانيه برضو والده يا جماعه عدد. فهنبدا ننقل ارنب من الارنبه الثانيه ده يا شباب، ونجيبه فين؟ نجيبه عند الام ديت، ولا هي شكلها ام شقيه اساسا، فالواحد يخاف ان ينقل تحتها ارانب عشان خاطر ايه؟ ممكن تضربهم او تهورهم. فهي ام يا جماعه شقيه بجد يعني. ماشي، الحمد لله ولدت يا شباب بخير، وعندنا انتاج الارانب كلها بدات تولد عندنا يا جماعه. ان شاء الله في بنانا نشتغل في موسم الشتاء يا شباب، بدات الارانب تشتغل، بدات تولد عيات، كل الارانب بدات تولد. تمام يا جماعه، اهوت ان شاء الله، وادي الاميات وادي خلفته. انا يا جماعه الخلفيات، انا يعني شوف الام انا تيجي ازاي. ما شاء الله. انا يا جماعه الخلفيات، وادي امه مع شباب، بسم الله ما شاء الله، ومرضعاهم ام بكريه مرضعه زي الفل يا شباب. طبعا ماشي، وادي يا جماعه الام دي برضو متلقحه يوم 17. تمام، يعني خلاص قربت تولد. وطبعا دي يا جماعه متلقحه يوم 29/9، يعني السنة حاجات بس يا جماعة تقولي. ده بقى يا جماعة نبدأ نجهز لها برضه دلوقتي حالا مع بعض. ده نجهز لها حالا مع بعض يا شباب، يلا اطلع بره. وطبعا ديت والد، يلا اطلع بره كده، اطلع بره. طبعا دي يا جماعة والد، والد يا شباب ان شاء الله. ماشي، يلا كده يا شاد، امسك كده التليفون عشان نجهز مع بعض للأم اللي هي هتولد. ده يا جماعة متلقحة يوم 29 وخلاص. نبدا نجهز لها معانا التجهيز يا جماعه، زي ما احنا قلنا بنجهز تبن وقش، بنجهز تبن وقش عشان نحط التبن اهوت. اهم شيء يا شباب اللي امام التجهيز، تمام، ان انت تكون حاطط كرتونه تحت فرشه البلاستيك بتاع بيت الولاده، علشان الكرتونه ده يا جماعه بتساعد على الهواء ما يدخلش للخلفه من تحت، وفي نفس الوقت الشعر والفرش اللي انت بتحطيه ما تقعش على الارض، توسخ عندك المكان. تمام، بتخلي المكان شكله وحش عندك. تمام يا شباب، هي ليها فوايد كتير. ماشي، قش يا جماعه، قش يكون ناعم، يكون نظيف، ما يكونش فيه وساخه. اه يا جماعه جهز كده، شوف التبن وقش، تبن وقش يا شباب، حط الجهاز ده، شوت بشوت قش، خلاص كده دي تمام. ده نظام يا جماعه تجهيز بيت الولاده. ماشي يا شباب، ده جهزناه دلوقتي بيت الولاده يا جماعه اهوت. وطبعا الارانب اللي بتولد ديت يا جماعه، ماشي، بتاخد بعد الولاده 1 سم مضاد حيوي، اوكسي تترا سايكلين او جنتا مايسن او جنتا كيور، بس الافضل الافضل جنتا مايسن او جنتا كيور مضاد حيوي. ليه؟ علشان ما يجيلهاش التهاب رحم، علشان ما يجيلهاش حمى نفاس. في ارانب يا جماعه بيجيلها حمى نفاس بعد الولاده، فالمضاد الحيوي بيعمل على التئام الرحم وبيظبط الدنيا وبيظبط الارنب بعد ايه؟ بعد الولاده. طب بعد كده تدي ابو نرمين، بعد كده بدي نص سنتي ايفومات ايفرماكتين مصري، تحسين ضد الجرب والديدان والكلام ده، عشان الارنب لما بتولد المناعه بتضعف، تبدا الديدان تنشط، الجرب يبدا ينشط، تبدا الام تخش في حاله تدهور صحي بعد الولاده. طب بعد كده 2 سم كالسيوم، علشان الكالسيوم يا جماعه بيعمل على تزويد نسبه اللبن في الارانب، وبيمد الام بالطاقه وبالكالسيوم، الام تقف تقدر تقف على رجلها وترضع، والكالسيوم بينزل عن طريق اللبن للخلفه، فبيظبط لك حجم الاجنه عندك في التحويل وفي الرضاعه، الارانب بتبقى ظابطه معاك لان تبقى كالسيوم مظبوط. بعد كده 2 سم كافوزال اللي هو فيتامين B12، منشط غذائي للام، عشان الام تقدر ان هي
تقف وتقوي، تقدر انها ترضع، تشتغل مع العيال، تقدر تسترد صحتها تاني يا شباب. طبعا انا يعني حبيت ان من خلال حلقه النهارده ديت ان اشتغل معاكم وافرحكم بالارنبه اللي ولدت. والارنبه يا جماعه تعالى كده اشتاشا نقفل عليه. قفلنا يا جماعه الخلفه ديت تمام. الارنبه شقيه ادي يا شباب، عدد الخلفه بتاعت اللي هي والدها خمسه. ندفع يا جماعه ومدفيه الدنيا اهيت كده اهو يا شباب، خمس ارانب زي الفل اهوت ان شاء الله. وشوف يا جماعه ماليه الولاده شعر، وارنبه بكري، ارنبه يا جماعه بكري اهي يا شباب، جايبه خمس حتات اهوت زي الفل. الارنبه يا جماعه عندك مش تولد كده تسيبها وخلاص، لا، الارنبه تولد انت لازم تراعي، لازم تشوف الام، تشوف الدرع بتاع اللبن، تشوف الخلفه بترضع ولا لا، حركه الخلفه عامله ايه، تشوف الولاده فيها وساخه، فيها بول، فيها اي مشاكل، في ارنب لا قدر الله، الارنب مثلا ارنب سقطاب جنب كده ومتوفي والكلام ده، تقدر انت تلحقه ماشي. تاكد من علف الام يا شباب، الام حلوفه، الام كويسه، الام بحركه كويسه، بصحه كويسه يا جماعه، اتاكد الام بتتحرك كويس، صحتها كويسه، معندهاش اي مشاكل. فتبدا في الحاله ديت ان انت تشتغل مع الام صح تمام، علشان الام اما تكون درعها فيه لبن والام حركتها كويسه وبتاكل كويس والنبل الميه شغال كويس والدنيا كويسه يا جماعه، هتديلك انتاج كويس، هتديلك انتاج كويس. ده برضه يا جماعه شغل اول البيع، لو حد عايز، حد عايز ارانب تمام يا جماعه، اعمار 3 شهور واربع شهور ماشي يا جماعه. اي حد لو عايز ارانب ان شاء الله تمام يا جماعه. ده حتت صغيره لسه ماشي. ده يا جماعه الارنبه ديت والده ان شاء الله اهيت. فيا جماعه صحه خلفتي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله، حركه الخلفه كويسه يا شباب، الدنيا ما شاء الله ماشيه حلوه، الخلفه حركتها كويسه، مزاجهم حلو بمعنى اصح. يعني دولت يا جماعه بقالهم كام؟ 10 ايام. دولت عمر 10 ايام يا شباب. اهم. 12 10 الولاد. النهارده يا جماعه 22 اهوت. عمر 10 ايام ان شاء الله. حاجه ما شاء الله جميله جدا يا جماعه. الصلاه على النبي. دي كانت والدة عدد 9، نقلت ارنب من تحت منها ايه الام الثاني، لسه معاها 3 6 8 8 ارنب اهوت، وارنبه بكري، ارنبه بكري يا شباب، ودي ان شاء الله تولد يوم 29 برضو. يا جماعه تولد برضو يوم 29 برضو بكري يا شباب، تولد يوم 29 اهي. يلا يلا يا شاد عشان نجهز لها زي كده، يلا نجهز لها مع بعض عشان برضه في جماعه معانا عليه برضه يوم 29 تقول برضه مع الارانب ايه؟ الباب ده يا جماعه بنقح كميات ارانب يا شباب مع بعضها. اهو. جايز برضه التيب والقش. لازم يا شباب نكون مهتمين بارانبنا. تدخل تراعي ارانب تبص عليها. يعني ابص على تاريخ التلقيح، شوف الارنبه تلقحها يوم كام، ابدا اتابع، ما سيبهاش، ما سيبهاش لما تولد على السلك تمام يا جماعه، واقول مش عارف ايه، هبان هنا دلوقتي قفلت وانا بصور معاكم على الام دي بيت الولاده، فممكن كان ممكن انسى الباب ده مقفول تمام على الـ الام، والام ما تعرفش تدخل الخلفه، فالام يا جماعه ايه الخلفه تموت بسبب عدم ايه، بسبب عدم الرضاعه. بسبب عدم الرضاعه ممكن ان انا اسيب الام مقفول عليها، الخلفه مقفول عليها ماشي، فالخلفه تتضرر بسبب عدم الرضاعه.
في الحاله دي بقى انا عملت بقى انا خسرت الحاله دي بقى يا جماعه خسرت، فلازم انا اتابع، اتابع الام واتابع خفتها واتابع صحتها، شوف الخفه رضعت ولا ما رضعتش. لازم الحاجات دي كلها تتباشر يا شباب، لازم تتباشر عشان تشتغل صح. ادي لوقتك للارنب من وقتك ساعتين، ساعه الصبح وساعه اخر النهار. تمام يا شباب، يلا ناخد جوله كده على الارنب التاني. يلا يلا فين؟ ده برضه يا شباب ما شاء الله انا بقت لحم. هما يا جماعه دول برضه قاعدين بياكلوا امك، ده برضه ام يا جماعه والده اهيت ما شاء الله. ادي خلفتها الصلاه على النبي زي الفل. ماشي شباب، انا ليه بوريك الامهات اللي والده؟ طبعا دي يا جماعه تولد دي يا جماعه ولدت وعيالها ماتوا بصراحه. دي والده يا جماعه وعيالها ايه؟ عيالها ماتوا. طبعا دي عيالها برضه يا جماعه اهيت برضه لقاها 29، لسه برضه هنجهز لها غسلين بيت الولاده ومظبطينه، وطبعا نبدا نجهز لها يا جماعه عشان برضه ايه تولد يوم 29. طبعا دي شهاده بنتي ان شاء الله برضه هتولد يا شباب اهيت برضه. تمام، متلقاها برضه من 8 10. ماشي تمام، دي زيادات كان اصلا ما حدش فهمنا عيالي. ماشي شباب، وطبعا انا اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.